تاني مصر اللي هي لاترال كريكو اريتينويد مصر. عارفه ان ده الاريتينويد لها انتيرو بروسيس ولها لاترال بروسيس. طلع مصر من الكريكويد وراح لللاترال بروسيس اوف ذا اريتينويد كاب اللي هو بيسموه الماسكولار بروسيس. يعني ده انتيرو بروسيس ماسك فيها الفوكال كورد، لها لاترال بروسيس ده الماسكولار بروسيس ماسكه فيه المصل. فطلع من الكريكويد راح للماسكولار بروسيس اوف ذا اريتينويد كاب صوت سكول لاترال كريكو اريتينويد لاترال كريكو اريتينويد مصر. هذه المصر تحية لو نفترض اني بوكال كورد اهو والتانية الناحية التانية اهي بوكال كورد اهو والمصل ماسكة هنا اهو ومن الناحية التانية ماسكة المصل. لما المصل دي تكون فاك هتلف مين؟ هتلف مين؟ هتلف ده كده اهو شفتها كده اهو يعني هتبقى كده اهو صح؟ والفوكال كورد كده اهو وتلف التانية تبقى التانية برضه كده اهو والفوكال كورد كده اهو. يبقى الفوكال كورد قرب من بعض ولذلك بي دي بتأدى الفوكال كورد قربت اسمها the rotation of the arytenoid lateral creak or arytenoid it abducts the vocal cord. انا هسيبك تعملي فيها عشان انت بتقولي يعني الصوت يطلع صح الصوت بيطلع من الدخل لكن مش ده الاساس وكلهم مسؤولين عن الصوت عن الكواليتي اوف ذا صوت بدليل ان الكريك والثيرويد هي اللي تخلي الصوت لو صار كلهم مع بعض المصل ده بيحركوا الارنج عشان يبرودوس فويس وحسب الطريقه وانا هادي بيطلع الصوت بطريقه معينه وانا متنرفز بيطلع الصوت عادي وهكذا مش هي دي الفكره بتاع ما تقطعش. طيب يبقى عندي لاترال كريكو اريتنويد لاترال كريكو اريتنويد دي بتعمل ادكشن تعمل حاجة؟ ايه؟ ادكشن يعني يقربوا لبعض يقربوا للميدل لاين عشان كده بعمل ادكشن ولما قرب ميدل لاين ادكشن او الفوكال كورد بره ميدل لاين اهو والفوكال كورد لما يقربوا يبقى ادكشن لما يبعدوا عن بعض ادكشن ليه بيبقى ميدل لاين اد قلت لكم بيه يعني يبعد فيها دي الفرق وادكشن يعني يقرب. انا هبص للباك اوف ذا كريكويد كارتي عليه الكريكويد كارتي التانية بتاعت المسند بتاعها اصلا بقيتها قدام كده متخيلي منظر مش الكريكويد كارتي اهي هي عبارة عن حلقة من اهو ولها مسند من اهو ورا كده اهو ايوه انا هبص للانا دايما متخيل فهيبقى ده قدامي مش هشوفه. وهبص للباك هنا اهو. هلاقيه مقسوم لتو هافز الكارتنج هنا ازاي. لامينا اوف ذا اريتنويد كارتنج بيسموها اللامينا. وهنا اهوت فيه
أريتينويد وهنا في مين؟ أريتينويد. وده اللاترال بوردر اهو اللي هو الماسكولار بوردر. والانتيريور اللي فيه مين؟ ماسك فيه الفوكال كوردز. معايا؟ معايا؟ طيب في مصر بتيجي خارجه من اللاترال اهو بتيجي رايحه ماسكه في الماسكولار طبعا الناحيه دي والناحيه دي. وعشان هي في البوستيريور اسبيكت سميناها بوستيريور كريبو كاريبينوي. لانها جايه من البوستيريور سايد. انما الثانيه كانت جايه من اللاترال. ماسكه انا اهو. بوستيريور كريكو ارثمون. هذه البوستيريور كريكو ارثمون وانس ات كونتراكت هتيجي لفه اولا منزله دايرة تحت. نمره واحد. بتنزلها لتحت اهو. نمره اثنين بتلفها كده اهو. تعمل روتيشن للارتينويد. ما الارتينويد ماسكه دي ماسكه كده لما تشد ده هيك هتلفها كده اهو يعني تخلي ده هيك كده اهو بعدها ابص على البوكال كورد ده كده ودي برضو البوكال كورد كده المسافه ما بينهم بعد وزيك هتعمل مين؟ ابدكشن اوف ذا بوكال كورد والوحيدة اللي بتعمل ابدكشن وافتكر ابدكشن هنا دي وهنا دي رايح مش زي دي لكن اهو فلما تقول لي اب امسك دي على طول يبقى بصير كل فرد على طول كده اتفقنا لان هي الوحيدة اللي بتعمل ابدكشن هي الوحيدة اللي بتعمل ابدكشن وعشان ما انساهاش اب فيها بيت يبقى ابدا بالليبر بوستيريور ريكورد مان. هذه المصل فيري امبورتنت لان لو حصل لها باراليسيس اون بول سايد الاقي الفوكال كورد ابدكت خلاص وما فيش نفس وما فيش صوت وما فيش حاجه وسترايدو ولازم اعمل تراكيوستومي ولازم يمنع عن حاجه. بوستيريور بريكوارد نويد الوحيده اللي تعمل ابدكشن في كذا واحده تعمل ابدكشن لكن دي اللي بتعمل ابدكشن الميكانيزم بتاعها مش مهم ترانسفيرس فايبر مش مشكله خدنا مصر بتعمل تنسن من فوكال كورد مصر بتعمل ادكشن اوف ذا فوكال كورد مصر بتعمل ادكشن اوف ذا فوكال كورد طب تنسن اوف ذا فوكال كورد لازم يقابله مين؟ نفترض ان واحده اللي بتصرخ تهية معقول تصرخ طول عمرها؟ هي بتصرخ صرخه واحده بس وجوزها بياخد بعضه ويخرج بره الفيلم بعد كده مش هتصرخ خلاص هتقعد تتكلم عادي صح؟ ايه اللي بيخلي الفوكال كورد يرجع تاني؟ ما يبقاش تنس ويبقى ريلاكسد في انذر مصر ادي الثيرويد كارت بتاعي وادي الثيرويد كارت بتاعي وادي الانفينويد كارت بتاعي وفي مصر طالعه من الانفينويد راح للثيرويد كاف جوه اللارنج
ايه اللي بيزن ده؟ كويس.